لكيلو اوراق دجاج مخليه، بصله كبيره مفرومه، طماطم مفرومه، فص ثوم مفروم، فلفل مفروم، ملح وفلفل اسود، وثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، توابل شاورما. هنحتاج كمان عصير ليمون و2 معلقه دبس رمان وزيت. طيب هنحتاج ايه تاني عشان نعمل الفته الحلوه دي؟ هنحتاج لرز فته الشاورما، وعشان نعمله هنحتاج لنص كيلو ارز بسمتي، ورق لورا ولومي وبدل زعفران او كركم، توابل فراخ، بابريكا، عود، قرفه، و2 مكعب مرق وتوابل كبسه وزيت وزبده، وطبعا عيش شامي محمص. طب خلاص كده؟ لا طبعا، شيف هبه النهارده جايه تعمل لنا الاكله من A to Z. هتعمل لنا كمان صوص الزبادي السوري، وهيحتاج لثلاث كوبايات زبادي 500 جرام يعني، ومعلقتين كبار من الطحينه، وعصير اربع ليمونات، فصين ثوم مهروس، ملح وفلفل وكمون. ويلا بينا على طول، شيف هبه هتشتغل وتورينا بقى ايه الحاجات الحلوه. انا النهارده مجوعه نفسي من امبارح عشان اكل النهارده. وثيقه من الفوز. وثيقه من الفوز. اجيب لك الحله. تمام، نتبل الفراخ. يلا بينا. بسم الله. اول حاجه لتتبيله الفراخ، هو المفروض ان احنا اصلا يعني ناخد طماطمايه مع بصلايه مع قرن فلفل مع فص ثوم ونضربهم في الخلاط. تمام، بس انا قلت اسهل الامور. تمام؟ تمام. حطيت هنا كده البصل والطماطم. هو ده الثوم المهروس صح كده؟ ايوه. اجيب منين معلقه يا ساره بقى؟ ساعديني. لا عيني، انا كنت بظبط لك البوتاجاز. عايزه معلقه ولا عايزه ويسك ولا عايزه سباتشيله؟ معلقه صغيره اللي انت عايزه يا باشا. تمام، تسلم ايدك. هنحط كل حاجه موجوده في مطبخ البلد. انا عايزاكم تستنوا كواليس حلقه النهارده على البيج بتاعتنا مطبخ البلد. ان شاء الله الكواليس تبقى حلوه قوي، وانا بدوق من فته الشاورما اللي عاملاها لنا شيف هبه ان شاء الله. عايزه اقول لك بتعمل وصفات حلوه قوي. البيج بتاعتنا على الشاشه اهو، يعني عايزاكم بقى تدخلوا وتعملوا لايك وتحطوا كومنتات كتير وتستنوا كواليس الحلقه النهارده. ان شاء الله الحلقه النهارده تبقى بوم وهتبقى حلوه قوي كالعاده. طبعا حلقتنا جميله وضيوفنا اجمل ما في برنامجنا بصراحه. حبيبتي احنا ضيوفنا حلوين قوي قوي قوي. الاجمل انت الاجمل والله. بصي انا حطيت هنا الطماطم والبصل والثوم، واحط كمان الفلفل والتوابل. تمام تمام، هي دي كده ايه. وهحط طبعا ايه معلقتين كده من دبس الرمان. البس جلافزه ساعد عادي طبعا، ساعد يعني ما اقدرش اتخلى عنك يا ساره، ما اقدرش استغنى عنك حبيبتي. هنقلب كل ده. المفروض ان هم يكونوا يعني مفرومين في الكبه، يعني في الخلاط او في الكبه. فهماني؟ هنضيفهم كده، هنقلبهم مع بعض. ونضيف عليهم اوراق الفراخ. انا بستخدم هنا اوراق فراخ علشان تكون طريه كده وجوسي، مش عاوزه استخدم معاهم صدور. لكن لو حابه تستخدمي صدور عادي مفيش مشكله. هي فعلا الاوراق بتكون جوسي شويه. ايوه بتكون طريه. طبعا الفراخ مغسوله كويس جدا طبعاً، بملح وخل وليمون. يا سوار. انا شيل يا قلبي. بصي، وده لان احنا هنسويها على الجريل النهارده، مش هنشوي ولا الكلام ده كله، فمحتاجين حته تكون طريه. تمام. مش لما نحطها تنشف معانا. صح. فاهمه؟ انت اكيد فاهمه. لا بصي انا عايزه اقول لك حاجه، استاذه لو فضلنا حبيبتي، لو بصي لو قلنا احنا فاهمين فاهمين. أيوة. يعني مش هنعرف حاجه، ما انت عارفه لازم دايما على طول نتعلم. أيوة ونشوف طبعا الجديد. لا انا فعلا بتفرج عليكم وانتم شغالين وبتعلم. أيوة حبيبتي مفيش حاجه اسمها. بصي بقى هنحط على طول على الجريل. لا اصبري بقى، ما شغل لك النار. شغلتيش؟ طيب لا لسه ما شغلتش. حط معلقه زيت كده عشان لازم طبعا النار تكون ايه، حاميه حاميه، واحنا عايزين نوري الشغل كله للناس. لحسن بيقولوا البوري، بيقولوا ايه ده، بيقولوا الحاجات اللي على الشاشه دي مش حقيقيه. لا مش حقيقيه ازاي؟ هناكلها. ده احنا يعني على طول نفسنا. انا بظبط لك البوتاجاز اهو. تمام براحتك عشان اشغل لك الحلة بقى للرز. عينيا حاضر. تسلم عينيك. احنا عندنا حلل حبيبتي. وعندنا طاسات. احنا عندنا كل حاجه. ايوه اهو. طبعا اهو البوتاجاز ما اشتغلش ولا حاجه. لا يا روحي اوعى. إيه عماله تقولي عندنا حلل وعندنا بسم الله ما شاء الله. ايه يا شوفة. اي اشتغل. ايوه ما هو شغال. انا ما بفهمش فيه يا سلام والله. تمام كده ولا مش عارفني. يلا بينا اهو معاكي الطاسه اهو، بس احنا عايزين سنه. تمام تسخن. تسخن بس. وهنحط حله على النار فيها ميه بتغلي للرز. ايه ده انت عايزه انت عايزه تسلقيه؟ مش هسلقه واصفيه، لا هسلقه منه فيه بالتوابل بكل. بجد؟ أوه. لا خلاص دي طريقه جديده. يبقى نرفع حله مغليه. شوفي لما بتاكلي في مطعم سوري وتلاقي الرز خفيف كده وما يتشبعش منه. أوه. مش زي الكبسه. ايوه فهمتي. اجيب لك الحله مدام عايز تسلقي. الحله فين؟ الحله هناك اهي. انا كنت حطاكي ورايا. ايه جابك هنا يا شيخه؟ اتفضلي. أيوه. معاكي الحله اهي. هاتي فيها بقى ومعاكي الزيت خلاص.
تمام. احط لك في الحله ميه؟ اه ميه بتغلي. عينيا احلى ميه لاحلى هبه. والله انت قمر يا ساره. عامله شو كده جميل قوي. حبيبتي ربنا يخليكي. كنت قلقانه من اللايف بصراحه بانه ان هو يكون هوا، كنت قلقانه. لا 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 لا. بس انت ما شاء الله عليكي. لا لا لا. قلقانه من ايه؟ بصي بقى يا ستي. احنا كده خلاص الفراخ على الجريل هنحطها. ايوه. هننزل بقى في الميه اللي بتغلي دي. هو في حد عارف ان انت جايه هبه؟ حد عارف ايه؟ هو انا حاسه كده ان في حد عارف انك جايه راشق عينه في الحلقه. في حاجه في حاجه في حدات في حاجه في حاجه غريبه ده في حدات يروح. يا شيخه. اه والله. اصل احنا نزلنا بصه صحيح. ايوه ايوه انا بقول برضو. بس احنا متابعيننا حلوين والله جدا. بس في تحسي كده ايه في يعني دايما بتحسي في عميل في النص. اه خاين. تعرفيش الخاين ده ايه اللي جايبه هنا؟ ايوه خاين. حد مزوق علينا ساعات كده تلاقي كومنتات تموتك من الضحك. ايوه. تبقى انت عامله فيديو تعبانه فيه والفيديو حلو قوي قوي. أيوة. وانت منزله الفيديو من هنا فجاه تلاقي واحده جايه طالعه لك من النص كده. هو انت عارفه ان الظروف صعبه وان احنا مش لاقيين ناكل؟ انتوا بتعملوا لحمه؟ وانتوا بتعملوا لحمه يا حبيبه قلبي. ما هي البيجي طبخ. طب عايزاني اطبخ ايه وانا اطبخ؟ انت ايه اللي جابك هنا في النص؟ لا واللي ضحكك انت ازاي اصلا ما معكيش تاكلي لحمه وفاتحه نت؟ اه يعني عشان تشوفي فيديو مدته. انت بتشحني النت. طب ما تجيبي كيلو لحمه بحق النت. صح والله. ايوه. يا فوزيه بدل ما تتفرجي علينا يا فوزيه. هاتي لحمه يا فوزيه. هاتي لحمه يا فوزيه. انا بحب فوزيه دي منك قوي قوي. ده هي طلعت مني مره كده في افيه وهما مسكوها لي بقى فاتشهرت بيها. لا حلوه فوزيه. بصي يا ساره حطينا هنا التوابل ومكعبين المرق. حط شويه ملح صغيرين قوي علشان المرق. حطي حالتي اللي انت عاوزاه. حطي يا ماما اللي انت عاوزاه. وبس ونغطي. اول ما تغلي هننزل على طول بالرز. هي ما شاء الله بتغلي عشان انت حاطه ميه. الميه مغليه. بس انا عاوزه ادوب المرق. لازم تدوب الاول. اه. وبعدين ننزل بالرز. بسم الله. لا لا لا. انا بركه ولا ايه؟ حلوه ولا شعوذه؟ انا بركه على الهوا. على الهوا. بس عايزه اقول لكم ان انا شايله الفيشه والبوتاجاز شغال. في حاجه مش اي حد. حوريه بقى. لا ده في حاجه. فيها حوريه. حوريه يا ماما. انت بتهزري؟ يعني انا ماسكه الحوريه شايله الفيشه والبوتاجاز شغال كهرباء. هتلاقي بصي ده الواحد بيشوف حاجات. يا نهار ابيض. جامايكا على الكاميرا اللي قدامك دي. انزل يا جامايكا. انا جايبه معايا وانا جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نقرا سوره الكرسي بقى. احنا عايزين نقرا سوره الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بجد شفتي الحركه؟ اه. فشايلين الفيشه ومنور. مش اي حد يا ماما. اول مره ده اوبشن جديد. لا كده خلاص. ده اوبشن. اديني الامان. لا تاذينا ولا ناذيك. ده اوبشن جديد ده. لا بس ريحه التتبيله تجنن. حبيبتي بجد يا سوره. تعالي بقى نبص كده بص على الرز اللي احنا مجهزينه قبل الهوا. اه. تمام. هو بس عايز ايه؟ نهدي عليه النار كمان شويه. خليه النار كده شغاله معاكي حلو على فكره. تمام. اعملي اللي انت عاوزاه بقى. تمام كده الزيت سخن. اه تمام حلو قوي. اهو سخن اهو. ماشي. هنزل بقى بالفراخ. لازم الفراخ تاخد صدمه كده تشي يعني. عايزه تصبري كمان دقيقه براحتك. تمام. ايه رايك تبداي في سلطه الزبادي؟ طب اسقط الرز. اسقط الرز. ماشي. هي خلاص الرز. هي خلاص ما شاء الله بتغلي. تمام. يعني بصي داخله خلاص على الغليه فمفيش مشكله. احنا كده كده اصلا ممكن بنضيف على الرز ميه عادي من الحنفيه. تمام. فمفيش مشكله. ماشي. هنضيف كده بسم الله. ما قلتليش بقى ايه اللي جاب لك فكره ان انت تبداي على السوشيال ميديا وتعملي بيج بقى وتطلعي منها طبخات؟ جبتي الفكره دي منين؟ وعلى فكره انا شفت واحده بره زي القمر سكر بس اقصر شويه. اختي. اختي. عرفتها من الضحكه. بصي دي بقى روحي. ربنا يخليها لي يا رب. اختك؟ اختي وكل حاجه في حياتي. يا حبيبتي. يعني هي اكتر داعم ليا يعني نفسيا وجسديا ومعنويا طبعا بعد جوزي وبابا وماما واخواتي كلهم بصراحه بيدعموني. ايوه. بس هي بقى بقلب قوي. حبيبتي. بقلب قوي يعني. دي مبسوطه وري قوي يا جماعه. اه انا بسلم عليها. الضحكه دي انا عارفاها. وبعدين هم في شبه طبعا كبير جدا بس الثانيه بيفكرونا اخوات مع انها اكبر مني على فكره. يا شيخه. بتزعل قوي ما بقول. لا بس عسل. بسم الله الرحمن. بسم الله. الحمد لله. قالي تش. سمعتوا سمعتوا تش. ايه رايكم ناخد تليفون؟ الو. الو. اهلا اهلا. ازي حضرتك يا شيخ ساره؟ ازيك يا سلمى؟ عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا ومتابعاكي دايما. صوتك صغيره قوي. عندك كام سنه يا روحي؟ عندي 12. يا كوكو 12 سنه. 12 سنه. اكلك؟ عندنا جماهير صغننين كده. طب قولي لي بقى بتعملي اكل بقى بتحاولي تخشي المطبخ؟ ايه الاخبار كده قولي لي؟ ما هي بدل بتحبك يبقى اكيد بتحب المطبخ. يا شيخ. اكيد يعني ما بتعملي ايه بقى يا سلومه كده قولي لي؟
بعرف اعمل كيكه لوحدي. كيكه كيك لوحدك؟ شفتي؟ اه ما شاء الله. بقول لك بقول لك دي طالعه ليفل عالي على طول. وبتعرفي تعملي ايه كمان؟ بعرف اعمل عجينه البيتزا. عجينه البيتزا؟ لا ده ما شاء الله بقى، ده احنا هنبقى ستات كبير شاطرين قوي. اه ما شاء الله. برافو عليكي. قولي لي بقى، عايزه اي حاجه اعملها لك يا روحي؟ ايه؟ اي حاجه عايزاني اعملها لك؟ شكرا، انا كنت عايزه اسلم على حضرتك لان انا بحبك جدا. يا روح قلبي تسلمي لي. تسلمي يا روح قلبي. شرفتينا ونورتينا والاحباب الاطفال احباب الله يا حبيبه قلبي، وانا والله بجد بحب الاطفال يكلمونا قوي. اطفال احباب الله جدا صح؟ اه طبعا جدا جدا. طبعا بالذات البنات بقى، انا بموت البنات. ما بتحبش البنات؟ ليه؟ بس لا لا انا بقول لا في الايرفيز. بتقولي هي بتقولي انت بتحبي الاطفال، انا بقول في الايرفيز لا. فلا الحمد لله طبعا بحب الاطفال جدا، يعني بموت في انا بعشق الاطفال. انا بحب البنات اكتر. البنات؟ اه البنات حلوين قوي، بس الحلوين بس تحسيهم يعني نكديين. او كنت لسه هقول بس خايفه جنى تشوف الحلقه، خايف بخاف منها قوي. ما بص ما انا عماله اقول لك البنات حلوين، خلي بالك انت مش فاهمه الفكره. انا بنتي مراقباني، هي مسلطاني اصلا. ايه اللي مسلطاني؟ ما جبتش سيره مؤمن خالص، افضل اقول البنات 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 يا شيخه. طب بقول لكم ايه، ما اقدرش اقول لكم حلوين. اوعوا تنسوا تستنوا حلقه النهارده، الحلقه الجميله ان شاء الله. الكواليس كلها هتلاقوها على البيج بتاعتنا مطبخ البلد ان شاء الله. بقى تلاقوا الكواليس واحنا بقى بندوق الحاجات الحلوه الجميله دي، وانا بصراحه شامه روايح تجنن حبيبتي يا سورة. انا كل مره بنزل لكم على البيج بتاعتنا الكواليس الحلوه بتاعتنا، عملنا ايه بعد الحلقه، اكلنا ايه. الكواليس بصراحه يعني بتاخد البرنامج في سكه ثانيه خالص، هو بقى التعامل بتاعنا. بصي بقى يا سورة، في ناس بتحب تحط الفتت الشاورما، بتحب تحط لها توميه. شوفوا بقى البيج بتاعتنا قدامكم اهي على الشاشه، شوفوا بقى البيج بتاعتنا دي، وابعتوا لنا بقى الكومنتات، وابعتوا لنا بقى ايه رايكم في حلقه الجميله النهارده معانا شيف حوريه. بجد زي الفيديوهات بالظبط حبيبتي، بجد والله حبيبتي، حبيبتي نفس والله السكر والروح انت احلى بقى حبيبتي. والله العظيم والله تسلمي. يعني كنت متخيله ان الكاميرا محلياكي بس طلعتي احلى. يعني مش فلتر؟ لا لا مش فلتر. بيقولوا لي لا يا جماعه والله في ناس تبعت لي على الكومنتات احنا نفسنا نشوفك في الحقيقه عشان انت اصلا بتحطي فلتر. يعني احط فلتر ينقي ايه؟ لو حطيت فلتر ينقي وشي مش هحط فلتر ينقي قلبي. ايوه. زي القمر دي ما شاء الله عليها حبيبتي يا سوره، الريحه فظيعه حبيبتي والله العظيم. والله انت مظبطاني. اه والله بجد ريحه حلوه قوي. في ناس بقول لك بتحب ال ال الفته الشاورما تكون بالتوميه. أيوة. بس الفته الاصلي بتكون بسلطه زبادي. صح. الزبادي بقى ده حاطين عليه معلقتين طحينه وحاطين عليه عصير ليمون كتير. يعني اربع خمس ليمونات كده، وحاطين عليه شويه كمون برده كتير، حوالي معلقه كده مليانه صغيره، وملح وملح وبس. وممكن التوم ده اختياري بس كده. بس كده وتطلع ريحتها يا نهار ابيض. الله 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 الله. بصي بقى صارفينه مكفى منك طبق حجري ازاي. الله وريني بقى كده بقى، قدميه كده ونبص كده على الرز، ريحه الفراخ جميله. انا مجهزه لك نسخه حبيبتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حبيبتي. يلا بينا. بسم الله. لا خالص تمام. تمام. بصي الرز اهو الحمد لله الحمد لله. انا عارفه ان انت كنت عايزاه اصفر اكتر من كده. مش مشكله، بس الاصفر اكتر من كده ان شاء الله يطلع معايا الفقره الثانيه. مش مشكله. تمام. على فكره الرز نبدا في التقديم. ايه ده هتقدمي على طول؟ بس هنقطع الاول الفراخ. بصي احنا دايما جاهزين، ادي القرمه وادي السكينه وسنها لك كمان حبيبتي، وادي الفراخ النسخه. عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه. على فكره يا جماعه لما بكون بجهزها نسخه زي كده بتكون الشيف هي اللي قايله لها من امبارح انا عايزه التتبيله كذا 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 وعايزه التسويه كذا كذا كذا، احنا بنعمل اللي هي عايزاه فقط عشان وقت الهوا مش هيسمح اصلا، هننام بقى هنا. بصوا بقى كده ما شاء الله. ممكن تدخليها الفرن لو انت في البيت بقى وحابه تشويها في الفرن تمام. حابه بقى كلامها صح ازاي، جوسي ازاي. لا والطعامه بقى التتبيله حلوه قوي قوي حبيبتي، وزي ما قلت لكم هي سهلت الموضوع. المفروض الحاجات دي كلها في الكبه وانت في البيت، حطي ده على ده على ده وفرميها هيطلع معاكي زي الفل. زي كاننا بنعمل فراخ مشويه كده، فاهماني؟ ايه الحاجات الحلوه دي حبيبتي؟ والله يا سارة انت لعينك حلوه يا روحي. ما قلتي لي بقى دخلتي السوشيال ميديا ازاي؟ قولي لي بقى دخلتي السوشيال ميديا. انا متحمسه اقول. بصي يا ستي، انا كنت ايه من وانا صغيره بيحب قوي طبخي. فكنت ايه احب قوي اقف خلي بالك وامثل كده، اقول لهم ايه هنحط الفاصوليا بقى ونقلب، فاهمه انت انا عامله فاصوليا خضراء في البيت ورز بشعريه، واقعد بقى
هنحط الرز بقى ونقلب، وكنت هاويه قوي الموضوع. فاكتشفت ان كله عمال يقول لي انت اكلك حلو اكلك حلو. فجيت في مره كنت بعمل سي فود ورحت صورته كده عشوائي، وعايزه اقول لك بقى جاي وانا بخبط المواعين في الحوض وما كنتش اعرف يعني ايه مونتاج اصلا. ايوه. فلقيت لك الفيديو ما شاء الله اتشاف حلو قوي، كومنتات جايه تجنن، فقلت لي لا بقى من هنا بقى بدات ال لا. بس بالنسبه لي هبه من الوجوه المصريه بجد، وست بيت شاطره وبتعلم البنات حاجه حلوه وبتديهم طاقه ايجابيه ان هم يعملوا حاجات حلوه. فبجد انا على فكره يا جماعه انا مش بخلي اي حد يعني، انا ربنا يعلم بدي الفرصه لاي حد يظهر معايا، بس في ناس بتجيلي اضافه حبيبتي. هبه ليا بجد يعني من الناس الحلوه المحترمه. هبه بس ايه هبه طلاب؟ انا هبه الله. هبه طلاب عجبتني من بقك بصراحه. فانا عملت ايه؟ عملت نفسي هبه الله. فانا كملت. حاضر. فانا كملت في هبه الله. يعني انت بتقولي لي قلتي هبه الله فبصراحه عجبتني، فمال هو الله هبه الله جميله قوي ليه يا بابا؟ لا. ليه ما كانتش هبه الله؟ ما شاء الله. تحسي يعني في ناس كده لما تيجي تقفي معاهم تحسي ان انتوا قرايب، يعني انا بجد اول مره اشوفها في الحقيقه. بس بجد لا ما شاء الله عليها، تحسي ان احنا بصوا بقى بتقدم الطبق. ايه رايك ناخد تليفون واحنا بنقدم الطبق الحلو ده؟ يلا بينا. الو الو، سيبنا شويه سيبنا شويه، داخله بقلبك قوي. الو الو، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا منار؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا جميله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا بحبك قوي وبحب طبخك جدا يا روح قلبي. احبك والله يا روحي. تسلم ايدك، تسلم ايدك على فتة الشاورما. تسلمي يا روح قلبي، كانت قمر قوي وعملتها يا حبيبتي. تسلمي حبيبتي. عامله ايه؟ قولي لي، عايزه اي حاجه؟ طريقة النجرسكو. عينيا نعمل نجرسكو. تسلمي. احنا عملناها قبل كده ونعملها تاني حبيبتي. يا عينيا ليك يا قمر. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي. باي باي. بصي بقى يا ساره، حط بقى شويه رز. ابص ابص، انا بحب ابص قوي. هتموت وتدوق. مش هدوق، مش هدوق الا فين؟ في الكواليس. في الكواليس هدوق بقى واجيب المعلقه بتاعتي بقى. وعايزه اقول لكم ان انا هدوق من اللي هي عاملاه كمان. مستخبى هنا، مش هيشوفونا عشان اقول لحد. هيخلصوا. بجد شكلها حلو قوي. بس انا بقى بجد هدوق من اللي انت كمان عاملاه، يعني حبيبتي. من الفراخ اللي هناك هستنى ادوق من اللي هناك حبيبتي، مش اللي انا عاملاه، لا اللي هي عاملاه الحاجات الحلوه دي. بس حبيبتي والله العظيم بصوا بقى الريحه بجد حلوه قوي. الرز مع التوابل، الطبق ده بره برقم والله، ومش بيبقى بالحجم ده. بصي بقى نحط بقى بدي. ايوه ايوه، قلت لي اساعدك وما ساعدتنيش يا ساره، يعني ما ساعدتنيش خالص. مخصوم مني. شايفه كده؟ مخصوم مني خالص. طب خدي تعملي بقى المخصمه، ماليش دعوه. بدل ما المرات انا مالي، ماليش دعوه. لا بجد شكلها حلو قوي، وحلوه الفكره دي ان انت ما شاء الله في الوقت القليل ده تعملي. عايزه اقول لكم ان البوتاجاز فعلا عملها معانا المفترض على نار عاليه. الفراخ بتاخد 10 دقائق بالظبط، والرز الطبيعي تلت ساعه، فاحنا كنا مأمنين. ولو متبله بقى الفراخ مثلا كده قبلها. ايوه يعني ما اقولكيش بقى الحاجات اللي بصوا يا جماعه تقطعتها كمان جميله قوي. حبيبتي. يعني الشاورما الراجل ده كريم قوي قوي قوي. ما بلاش انت يا ساره. الراجل ده كريم قوي قوي. لحمة ساره حلوه قوي. ما بلاش يا ساره بجد. عايزه اقول لك يعني الطبق شكله يجنن. طبعا انت لسه هتضيفي له زبادي. الصوص طبعا اساسي. اتفضلي. هو ده بقى اصلا اللي بيظبط بقى المظابيط. لا هو متظبط لوحده، الريحه فظيعه. هاتي حبيبتي الريحة فظيعة ما شاء الله، ولا أحلى من كده ولا أجمل من كده ما شاء الله. اتفضلي. شايفين جمال الطبق يا جماعة؟ بسم الله. احنا المفترض هنطلع فاصل بس نشوف بس آخر قطعة كده وهي. الله. أيوة أنا متخيلة نفسي دلوقتي. أنا بطلع من جوايا. كفاية كفاية. أيوة كفاية كفاية، شكلها حلوة أوي. بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر. مش اكتر من كده بجد. مش عارفه اقول لك ايه على الطبق الجميل ده. مش